متابعينا مشاهدينا الكرام في راديو الغد، اليوم ناخذكم الى ملعب نادي الموصل في منطقه النبي يونس، وهذا اللقاء اللي يجمع نادي الموصل ونادي الكفل. حقيقه جمهور كبير حضر الى هذا الملعب لمشاهده هذه المباراه، ونلاحظ مع الاسف يعني كثير من الجماهير بدات يعني تصعد على العمارات وتتوجه للاماكن. حقيقه هذا الملعب لا يليق بنادي الموصل وجمهوره الكبير وهذه المحافظه. ان شاء الله نتابع لقطات من هذه المباراه ونتمنى الفوز للفريق اللي يلعبها افضل. هذا الجمهور الكبير اللي حضر المباراة، أنت من القدامى، السلام عليكم. عليكم تتذكر ملعب الإدارة المحلية؟ نعم. ملعب الرعب. ملعب الرعب، كل الفرق، طلبة، زوراج، جوية، شرطة، كل مكان فيه. اليوم هذا الجمهور أكثر منه واقفين برا ينتظرون الدخول. نعم تفضل. أستاذ هاي الجماهير الوفية تستحق تقعد الملعب يليق فيها. تمام. جماهير تآزر النادي من الساعة 3 قاعدين بالملعب. نعم. بالحر وبالشمس، عليهم من جايين؟ الحب نادي الموصل، هاي المدينة عانت ما عانت، وضحت ما ضحت، تستحق من المسؤولين ان يراعونا الجمهور، يعني ينظرونا بعين الاعتبار، وجماهير تستحق ملعب، يعني ابسط شيء الملعب الريف. الشوط الاول اذا زحمة عليهم مستعدين حتى تتبرع الجماهير تساعدهم، يسوون صندوق وبايدي يمينه احنا نساعدهم. يلا انت شفت الشوط الاول كان 1-0 للموصل. نعم نعم. تتوقع اداء جيد ونشكر النادي، وبينت لمسة الكادر التدريبي كابتن زياد، وان شاء الله نحو الافضل ونحو الاحسن. تمام. السلام عليكم. سلام عيني. اليوم يعني نادي الموصل يلعب بهذا الملعب اللي ما يليق بمحافظة نينوى. نعم. يلا تفضل. والله استاذ المباراة يعني شوف الجماهير اللي واقفة برا، اكثر الجماهير رجعت. تمام. ما توقعوا يعني بهالعدد هذا الهائل. تمام. يعني المفروض من المحافظ، من المسؤولين، باي المحافظة العريقة اللي عدد نفوسها تجاوز 5 مليون. تمام. ما بها ملعب. يعني والله صعبة علينا. نعم. واحنا من الثمانينات نتابع نادي الموصل. تمام. هذا النادي الام العملاق. نعم. اداء النادي كيف كان؟ جيد جدا الشوط الاول، وراح يعزز بهدف ثاني ان شاء الله الشوط الثاني. اول شيء احنا جماهير نادي الموصل، من الشباب الكبار بالعمر وكذا، احنا نطالب محافظ نينوى استاذ الجمهوري رغم الاعمار اللي حيصير التفاته لملعب الاداره المحليه الموجود بالجانب الايمن، طبعا هو النادي والملعب الام لمدينة الموصل، طبعا بنشوف هاي الجماهير، كل الجماهير اطفال كبار شباب كلهم جايين يشجعون من؟ جايين يشجعون نادي الموصل، نتمنى اول شيء وعي الاعمار موجود بملعب الاولمبي اللي موجود بالشلالات. بس متاخر الشغل فيه، احنا نريد ملعب الاداره المحليه كونه بعمق الموصل. تمام. عمق مدينة الموصل القديمه. تمام. وهو الاساس بنادي الموصل ملعب اداره محليه، اني مواليد ال 94. زين، واني من اني طفل والدي ياخذني ملعب اداره محليه، اتذكر كان ايام الجمعه والاثنين كاس العراق والبطوله مال الدوري العراقي، نتمنى من المسؤولين، نتمنى من الاستاذ الجمهوري تفاضل ملعب اداره محليه. عزيزي. يلا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يلا اليوم انت تحضر مع هذا الجمهور لمتابعه نادي الموصل. بغض النظر عن الملعب والجماهير، اداء نادي الموصل يعني اداء نادي الموصل كله جيد، ولكن نشكو من الملعب. احنا نطالب من السياسيين ورئيس الوزراء وكائن من يكون يعني نطالب بملعب. يعني حرامات على الجمهور ملعب يلعب الفريق يلعب الدرجه الاولى وما عنده ملعب. يعني راضي عن اداء الفريق؟ راضي ان شاء الله احسن واحسن، تطالب انه يبنون ملاعب. تمام. يعني يدعمون الموصل. تمام. الموصل هذه وقفات. تمام. اكيد. تمام. تعال هون، تعال تعال. يلا بس. نادي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا بك. انت اليوم تحضر هاي المباراه وهذا الجمهور يعني افضل مما كنا نتوقع. رايك بالملعب وحتى ارضيه الملعب؟ والله استاذي العزيز يعني هذا مو ملعب يمثل نادي الموصل، نادي متاسس سنه 1947. تمام. مدينه 5 ملايين نسمه، يعني مو هاي وضعيه. شوف الجمهور يعني نطالب باكمال ملعب الاداره المحليه، نطالب من المسؤولين سياده محافظ نينوى المحترم الاستاذ نجم الجبوري بدعم نادي الموصل، ونحن جميعا من المشجعين القدامى نادي الموصل. تمام. من الاداره المحليه. صدق. ملعب الرعب كان
وملعب يعني ما شاء الله نادي الموصل نادي معروف من زمان. تتوقع النتيجة كم؟ والله إن شاء الله إن شاء الله فوز الموصل بإذن الله. مباراة الأخرى قد تكون لنادي الموصل، يعني تتمنون تكون بمكان آخر؟ والله نتمنى يعني أنه يغيرون الملعب مكان الملعب، لأن الجمهور شوف أعداد الجماهير يعني ما من المعقول هذا وضع الجمهور، شوف يعني ماكو مكان. تمام يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلاً فيك، يلا سمعنا صوتك، تعال هون سمعنا صوتك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً بالبداية نرحب بنادي الضيف اللي هو نادي الكفيل ونقول لهم أنتم بين أهلكم وناسكم وهاي المحافظة هي محافظتكم. وثاني شيء بالنسبة لنادي الموصل، احنا نوجه رسالة للمسؤولين، يعني هذا نادي الموصل نادي محافظة كبيرة يمثل 4 مليون أكثر من 4 مليون، يا ريت أن يوفرون يعني دعم لهذا النادي، هذا النادي ما يمتلكه من أبسط المقومات، جاي يقدمون وجاي يعني من لا شيء، بنطالب من المسؤولين أنه شوية عينهم على النادي، هذا اللي نريده، واحنا كجماهير جايين نساندي للموصل، وهذا واجبنا تجاه مدينتنا. وشكرا جزيلا لكم وقناتكم الكريمه. شكرا جزيلا. هسه نتحول بعد ما بدت المباراه، بس هذا الجمهور الكبير طبعا كان يحضر في ملعب الاداره المحليه. طبعا هاي رابطه المشجعين. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم جاي مع هذا الجمهور الكبير حتى تشجع نادي الموصل. والله ألف مبروك، أنت أشهر أول 1-0، إن شاء الله نتقدم بجد ثاني وفي المباراة فايزين. مطلبنا كجمهور دعم نادي الموصل، لأن نادي الموصل النادي الوحيد الصاعد من المحافظة. ومطلبنا رئيس الرابطة؟ نعم. تقصر لك تشجع نادي الموصل؟ والله من أي طفل صغير، عمري 10 سنين. الشعارات اللي ترددوها كان قبل يصيحوا موصل موصل، الآن هي مصلاوي. يلا وبعد؟ موصل يبقى قبل قلب. يلا كثير شعارات عندنا. سمعوني يلا. وين أسامة؟ يلا أسامة السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، أهلا براديو الغاد في ملعب الموصل. أول شيء إحنا رابطة مشجعين نادي الموصل، يعني نريد نوصل صوتنا، أنتوا عاد تنقلون كل ما هو موجود بالملعب، يعني الجمهور الملعب ما يسعه، فنطالب بملعب اليوم عرس موصلي كرنفال، ضيف جاي من محافظة بابل، نخليهم على رأسنا. طبعاً الموصل متقدم، بس إحنا الضيف لازم نقدره ونحبه، لأن إحنا هاي من عاداتنا وتقاليدنا يعني. وإن شاء الله الفوز لنا، وتحياتي الراديو الغد ولك كستار. الكابتن دحام اليوم سجلت أحد أهداف المباراة وهدفين. الحمد لله وشكرا. أول شيء نقول مبروك نادينا وللجمهور، هذا الجمهور يستحق قرش إن شاء الله، والقادم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله نصعد درجة أولى بإذن الله. ضيعتم بعض الفرص. ما شوية المباراة سريعة وجهد، فالتركيز شوية أقل عندك. زين. الحمد لله وشكرا. أرضية الملعب أو الجمهور؟ أرضية شوية يعني لا بأس بها. زين زين. مباراتكم القادمه ان شاء الله بكركوك نقص ايمان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يرتفع ان شاء الله باذن الله صاعدين ان شاء الله. على راس الله يبارك فيك. مبروك عليكم الفوز اليوم، يعني هاي المباراة الأولى كان جس نبض، كيف شاهدت مستوى فريقنا نادي الموصل؟ وإن شاء الله قوادم الأيام بعض الأخطاء اللي ارتكبت. يلا كابتن زياد. كابتن مثل ما ذكرنا هاي فرحة الجمهور، احنا يذكرنا بالجمهور بالتسعينات لما كان نادي الموصل وتأتينا الأندية بالدرجة الأولى وممتازة نفوز عليها. اليوم هذا جس النبض المباراة الأولى، لاحظت بعض الأخطاء وإن شاء الله المباراة الثانية نتجاوزها. شكرا. احنا أهم شيء 3 نقاط في ملعبنا ونسعد هاي الجماهير اللي تشوفها قدامك، وطبعا احنا طموحنا نصعد الى دوري درجه اولى وان شاء الله نعيد ايام امجاد نادي الموصل من كان قبل يقارع الانديه الكبيره في الدوري العراقي الممتاز. عندك تغييرات بالمباراه الثانيه؟ والله احنا طبعا هي كل مباراه لها اخطاء وكل المباريات لها حسابات، ان شاء الله المباراه الجايه تكون افضل من هذا المستوى ونحقق ان شاء الله النتيجه. هذا ما نتمنى. بطل كابتن.
مبروك عليكم الفوز. اليوم هاي المباراة الأولى وأنت الشوط الثاني نزلت يعني عملت بعض التغييرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني مبروك لنادي الموصل، مبروك لهذا الجمهور الوفي. أنت تقدر تعرف لعبات أول لعبة شوية صعبة، بس الحمد لله وشكرا توفقنا قدرنا نسجل جولين الحمد لله وشكرا. خلاص بطل. طبعا اشكر الاداري، اشكر الجمهور، اشكر نادي الموصل، شكرا جزيلا. انتم كان عندكم دائما تلعبون جهه اليمين وتحويله الى منطقه الجزاء، اضعتم هدفين. سبحان الله، يتعرف التوفيق من رب العالمين. تمام، ان شاء الله المباراه القادمه. ان شاء الله المباراه القادمه افضل ان شاء الله. وين راح تكون؟ لعبتنا خارج الموصل ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم الفوز حتى تتقدمون ان شاء الله. وطبعا كل لعبه لها ظروفها. طبعا كل لعبه وظروفها، خارج ملعبك تقدر تحسن على نقطه احسن من تخسر. تمام، صح ولا لا؟ لكم موفقين. الله يسلمك، رحم الله والديك، شكرا جزيلا. إذن أحبتي المتابعين والمشاهدين من ملعب الموصل وهذا الجمهور الكبير اللي ملأ أرجاء الملعب وتابع المباراة بحماس، طبعا نتمنى في المباراة المقبلة أن يكون في ملعب آخر وجمهور آخر ويتابع ويرتفع مستوى نادي الموصل وحتى يصل إن شاء الله إلى الدرجة الأولى. وطبعا كما تعلمون أيام زمان كان نادي الموصل يلعب بالدرجة الممتازة، ولكن ظروف عديدة يعني عاقت هذا النادي. إن شاء الله مباراة مقبلة وجمهور أكبر ودعم أكثر لهذا النادي، نلتقيكم في جولات أخرى، مع السلامة.